قلتي لي تفتح اليوم جينا لهذا السوسيو الرياضي في جامعه نواصر، استفدنا منه بزاف واستفدنا من جوعتنا الهلال الاحمر، وداروا لينا بحال استفدنا من حمايه ريوسنا بحال الا عرفنا كيفاش نديرو. قالوا لينا ما تهزوش راسكم، هذا خطا كبير، وانما هبطوا راسكم وديروا هكا 15 دقيقه الا باقي نازف ما دارش باقي ما تحبس نعيطوا على الاسعاف، وعلمونا الارقام ديال الاسعاف وديال الدرك المراكي وديال عارفين هاد الارقام؟ لا صراحه لا. شنو اللي تزات لك اللي ضافت لك؟ كمعلومه ضافت لي ان ضافت لي كيفاش غنعيط عليهم، وضافت لي الا كنت باغا الا كنت غنعيط اول حاجه نقول سميتي والرقم سميتي الكامله والرقم الهاتف، وغنقول لهم فين انا وغنقول لهم عدد مصابين وباش مصابين، حقاش اللي قلت لهم شي عدد جبتو غير مره ولا كان قليل غنسبب انا في موت وحدين اخرين. ديكشي علاش كنشكر الهلال الاحمر اللي جاوا عندنا وداروا لينا هذا المجتمع ك الأطر ديالنا والمدير. السلام عليكم، حنا من جمعية التعاون الثقافي، جينا من مراكش للنواصر باش ندوزو أوقات زوينة. السلام عليكم، اليوم أنا جيت للمخيم من مدينة مراكش جمعية النواصر باش نتعرفوا على باش ندوزو أيام زوينة. كنتمنوا هذا المخيم أنا ويدوز زوين ونتعرفوا على ناس جداد ونستافدوا من الأنشطة اللي كيديروا لينا نتعلموا مهارات جديده. في اطار البرنامج الوطني عطل الجميع اللي تتنظمه وزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الشباب بشراكه مع الجامعه الوطنيه للتخييم، المديريه الاقليميه لعين الشوق الحي الحسني نواصر تنظم وتستقبل واحد المجموعه ديال المخيمات من خلال محورين، محور المخيمات القاره نستقبل مجموعه ديال الجمعيات الوطنيه بمركزي دار بوعزة سوسيو رياضي القرب ومركز سوسيو رياضي القرب النواصر في إطار الجدولة الوطنية، حيث أننا فتحنا مركزين بحمولة ديال 200 مستفيد بكل مركز. على مستوى المحور الثاني اللي هو أنشطة القرب، المديرية تنظم على امتداد الاقليم ديال النواصر والمقاطعه ديال عين الشق والمقاطعه ديال الحي الحسني مجموعه ديال المخيمات على مستوى 6 مراكز يستفيد منها في كل مرحله 900 مستفيد موزعه على 6 مراكز بكل من نواصر دار بوعزة ولاد صالح الحي الحسني وعين الشق. طبيعة الحال المديرية عبأت كل الإمكانيات وكل الموارد سواء اللوجستيكية ولا البشرية لكي تمر هذه المراحل التخييمية في أحسن الظروف، ولكي نمكن الطفل المغربي من عموما والطفل ديال المنتمي لإقليم النواصر والعمالة مقاطعة عين الشوق والعمالة مقاطعة الحي الحسني من جميع الإمكانات باش أنه يقضي عطلة في ظروف جيدة وفي ظروف ممتعة، وكذلك نمكنوه من 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 الاسترخاء، خصوصا ان هذه السنة تنظيم المخيمات هذه السنة يأتي بعد فترة توقف اضطراري لهذا البرنامج بسبب تداعيات فيروس كورونا. بالمناسبة اشكر كل الجهات اللي تتساعدنا على انجاح هذا البرنامج، لا السلطات الإقليمية ديال إقليم النواصر عملة مقاطعة عين الشق وعملة مقاطعة الحي الحسني، لا المنتخبين والمجالس المنتخبة بكل المناطق اللي تتشرف على تسييرها المديرية، لا المندوبية ديال الصحة، لا الشريك الفعال معنا اللي هو الهلال الأحمر المغربي اللي وضع الإشارة ديالنا مجموعة ديال المتطوعين باش يساهموا معنا في التغطية الصحية للمرافق والمؤسسات المفتوحة. غيستافدوا من المخيمات القارة المفتوحة بكل من دار بوعزة والنواصر مجموعة ديال الفروع ديال الجمعيات الوطنية والمنتمية لأقاليم متعددة سواء من العيون حتى القويرة،
نذكر على سبيل المثال انه المرحله الثالثه عندنا فروع ديال طنطان، ديال بوجدور، ديال الداخله، ديال الرباط، الدار البيضاء، فاس، اسفي، بني بلال، كل هذه مدن الاطفال ديالها والجمعيات ديالها غتتواجد معنا في هذه المخيمات المفتوحه. السلام عليكم، حنا من جماعه ولاد صلاح فيكتوريا. هذاك كان المسبح الجميل الرائع، كنشكروا هذاك الاطر ديالنا على المحاولات والسهرات الليليه، باننا مسبح جميل واستلقينا اصدقاء جميله وانشطه المركب وانشطه جميله جدا وانشطه ترويه ودفاعيه.